ممكن من تقطيع الأنف أو تقطيع الوجه بوجه عام أو تقطيع الأنف بوجه خاص ممكن تكون مسار لجدل أو مسار لضحك أو مسار لأي شيء. ربنا ما بيخلقش حاجة وحشة، لكن في ظروف خارجية يعني بتتدخل في الموضوع، يا إما ظروف جينات مثلا، خطأ في الدكتور وهو بيولد. كل واحد فيه عيوب. عزيزي المشاهد، لمسة جمال النهاردة هنقدمها لك بناحية جمالية خالص. هنتكلم النهاردة عن الأنف، ويمكن احنا لو بصينا على القناة الحبوبة بتاعتنا بنلاقي صورة نفرتيتي محطوطة، وقد ايه احنا بنتجمل في منظر الأنف. النهاردة عزيزي المشاهد بنتكلم عن الأنف من وجهة نظرنا كجراحين تجميل. في البداية إذا نظرت إلى الأنف عزيزي المشاهد فبتلاقيها بتحتل الثلث الأوسط من وجه الإنسان. إذا نظرت بالأنف من الناحية اليمنى أو من الناحية اليسرى أو من أسفل أو من الأمام هتلاقيها مثلثة الشكل، بمعنى إن الأنف من وجهة نظرنا عبارة عن هرم كل أضلاعه مثلثة. الأنف عزيزي المشاهد ليها أبعاد كثيرة جدا وليها ناحية جمالية. الأنف جزء من الوجه، والوجه جزء من جسم الإنسان، ومن حال الأنف يستطيع الإنسان أن يتعامل مع غيره. هناك شخص يقول أراك تنظر إلى أنفي، وهناك شخص لا يتعامل لأنه يعتقد أن كل الناس بتبص على أنفه وأن أنفه فيها عيب أو فيها مشكلة أو فيها كسر أو فيها حرق أو فيها إصابة وهو مش قادر يتعامل معها. عشان كده عزيزي المشاهد في لمسة جمال النهاردة اخترنا نتكلم عن الأنف. في البداية إيه هي أشهر العيوب والأمراض اللي ممكن تصيب الأنف؟ بداية من العيوب الوراثية. الأنف عزيزي المشاهد ممكن يكون فيها عيوب وراثية كثيرة جدا، زي الأنف الطويلة أو الأنف القصيرة أو الأنف الممتدة إلى الخارج أو الأنف المبططة وهكذا. أيضا ممكن نلاقي بعض العيوب الوراثية زي وجود ما يسمى بسندروم الأنف اللي هو عبارة عن ارتفاع بارز في هذه العظمة من أعلى، ده عيوب وراثية. أيضا ممكن نلاقي عيوب في الأنف من ناحية فتحتي الأنف، من ناحية الجزئين الخارجين من الأنف وهكذا. دي كلها مجموعة من العيوب الخلقية اللي ممكن حتى أيضا نجد عبارة عن بعض التعب أو الإعوجاج في الحاجز الأنفي من الداخل. كل دي مجموعة عيوب خلقية أو بعض العوامل الوراثية اللي بتؤثر في الأنف. إيه تاني عزيزي المشاهد؟ بنلاقي أيضا الإصابات. ممكن الأنف تحصل فيها إصابة، كسر في الجزء العظمي إلى أسفل الخلف أو الجزء الغضروفي أو حتى في الجزء الخخوي من الأمام، دي إصابة. أو إنسان أصيب في حادث فقطع جزء من أنفه، أو إنسان أصيب في حرف قطع جزء من الأنف، كل دي إصابات، كل دي حوادث ممكن تؤثر في الأنف. إيه أيضا عزيزي المشاهد؟ بنجد أيضا بعض الالتهابات اللي ممكن تحصل بالأنف، وأشهرها الالتهابات البكتيرية اللي قد تكون مصاحبة لحبوب الشباب. وهذه الالتهابات قد تكون سطحية بنعتبرها وفيها بعض الالتهابات كي الحصف، أو ممكن الالتهابات تدخل أعمق من طبقة البشرة إلى طبقة الأدمة ويسمى ما يسمى بالإكسيما، أو ممكن الالتهابات تدخل إلى الداخل وتبقى في الجزء الرخوي وتعمل لي جزء من الدمامل بالنسبة للأنف. أيضا عزيزي المشاهد هناك بعض الأشياء الأخرى اللي بتصيب الأنف زي الأورام السرطانية اللي ممكن تصيب جزء معين من الوجه وقد تمتد إلى الأنف، أو العكس تبدأ في الأنف وتمتد إلى الوجه، ودي كلها إصابات تؤثر بالنسبة للأنف. بعد ما اتكلمنا عزيزي المشاهد في أشهر الإصابات اللي ممكن تصيب الأنف، أنا عايز أشرح لك تركيب الأنف. الأنف عبارة عن بتكون من ثلاث أجزاء، الجزء الخلفي أو الثلث الخلفي جزء عظمي، عظميتين في جانبي الأنف، والجزء الأوسط جزء غضروفي، أما الجزء الأمامي فهو جزء رخوي. وبالتالي الأنف بنقسمها إلى ثلاث مثلثات، الثلث الخلفي عظمي، والثلث الأوسط هو غضروفي، والثلث الأمامي جزء رخوي. أهم حاجة ممكن يمكن بتأثر في شكل الإنسان ونظرة الإنسان للإنسان وهو شكل الأنف. هل بالفعل لما بتشوف حد أنفه فيها شكل معين بتأثر على علاقتك بيه؟ بالطبع ممكن يكون مسار زي ما تقولي ضحك، أو قد يكون مسار يعني في الفكاهة. ممكن جدا أستخدم هذا الأنف في دور كوميدي، ممكن يعني ممكن من تقطيع الأنف أو تقطيع الوجه بوجه عام أو تقطيع الأنف بوجه خاص ممكن تكون مسار لجدل أو مسار لضحكة أو مسار لأي شيء، ومسار لقعدة كمان. ومسار لقعدة.
تفتكر يعني زمان كنا فاكرين او في علم بيقول ان شكل الانف بيدل على شخصية الانسان، بتؤمن بالموضوع ده؟ شكل الانف لو طويلة رفيعة كده؟ لا انا ما اعتقدش هذا الكلام، ما اعتقدش الا اذا كان صاحب هذا الانف واخد باله من انفه. يعني ممكن تكلميني في موضوع دلوقتي وانا انفي، انا حاطط دماغي ان انفي وحش او الناس باصين لي، والناس باصين لي، فانا هدن حاطط دماغي في هذه العمليه مش في الاسئله اللي انت بتقوليها، فده هيكون يعني مسار لان انا اغير شخصيتي في بكلامي، هتغير بالشكل ده هياثر عليا في كلامي معاكي. استاذ محمد، لو يعني حضرتك كان عندك الفرصه ان انت تقابل حد وبالفعل انفه فيها شكل او عيب معين، هتقوله يعني غير شكل انفك روح عمليه تجميل؟ لا اعتقد لا، ما عنديش الجرأة ان اقول لواحد انت شكلك انفك مش تمام. اولا دي طبعا خلقة ربنا صح، لكن في الطب دلوقتي الحديث تقدم في انه بيعمل عمليات انف وتجميل في الحاجات دي، انا لكن لا اجرؤ بالطبع ان انا اقول له انت انفك مش تمام. ربنا ما بيخلقش حاجة وحشة، لكن في ظروف خارجيه يعني بتتدخل في الموضوع، يا اما ظروف جينات مثلا، خطا في الدكتور وهو بيولد، بتحصل مثلا زي تشوهات خلقيه في، فاذا كان التشوه الخلقي ده بيخلي الواحد يعني في حرج او ان هو مثلا مكسوف ان هو قابل الناس، فطبعا ربنا خلق زي ما خلق الداء خلق الدواء، يعني زي ما بيقولوا يعني. فالطب طبعا تقدم دلوقتي في الموضوع ده كتير، ولكن اذا كان موضوع التجميل في ملوش لازمه، لكن بتلجأ له مثلا طبعا على السوري الستات اكتر من الرجاله في الموضوع ده، ليه لازمه ولا ملهاش لازمه؟ اعتقد ان ده يعني يعني مبقاش ليه، لا يعني حتى لو عيب، لا لو عيب شكله ممكن يكون الناس كلها واقفه بتتفرج عليه وحتى مسار جدل وانت قاعد وضحك. ما انا بقول لحضرتك اهو، لو هو بيسبب له نوع من الحرج قدام بتاع، فطبعا ده مشروع جدا وان هو يعني يعمل جراحه التجميل ده، لان ما اقول لحضرتك زي ما ربنا خلق الداء خلق الدواء يعني، وربنا خلق الدكاتره برضه عشان هم والعالم دلوقتي تقدم في موضوع الطب وجراحه التجميل يعني. استاذ حسام هسالك سؤال، لو ليك صديق او حد لسه تعرفه جديد وفي شكل للانفه كبيره شويه او رفيعه او شكل غريب، هل يبقى مسار الضحك بالنسبه لك وانعكاس على صفاته الشخصيه بالنسبه لك، انت هتقول ليه صفه الشخصيه كذا او كده؟ والله هقول لحضرتك حاجه، يعني انا ما باخدش البني ادم اول بشكله، شكله ده ربنا خلقه كده وهيكله خلقه كده، فبني ادم بيتعامل بطباعه، لكن اكيد هو حاجه خارجه عن ارادته، يعني ما هوش ليه دخل فيه في حكايه ان هو طلع من اخيره كبيره صغيره، ودنه كبيره ودنه صغيره، لكن اذا كان انا بقول لحضرتك اذا كان مناخيره الكبيره دي هتسبب له اي نوع من انواع الضيق او ان هو يتكسف ان هو يقابل المجتمع ويخرج للناس، فطبعا انا انصحه ان هو يلجا لموضوع جراحات التجميل. يعني الانف عمرها ما تسبب لك مشكله حتى علاقاتك الشخصيه مع اي حد؟ يعني ساعات بيبقى فيه، احنا شايفين منظر الانف طويله شويه، هل بتخليكي اللي انت بتتكلمي بطريقه عاديه واضحه يعني وحاسه الامور ما بتضايقكيش مثلا او تقلقي منها، ممكن يبقى منظر من المناظر المضحكه بالنسبه لك؟ اصل انا مدرسه علم نفس، وعلشان مدرسه علم نفس درسنا ان ممكن العيوب الجسميه تاثر على شخصيه الانسان، العاهات والسمات بتاعت الجسم ممكن تأثر على شخصية الإنسان. هل بتعتبري إن الأنف اللي شكلها غريب شوية، سواء طويلة أو رفيعة أو تخينة شوية، منظرها غريب، بتأثر على شخصية الإنسان من جوه على المدى الطويل، لو شافوا حد بيتريق عليه أو حد بيتضايق من الأنف أو كان منظر للضحك، يعني بتأثر داخليا على صفاته الشخصية؟ أكيد. إزاي بقى؟ أكيد هيبقى مكسوف وخجول وانطوائي، غير عنده ثقة في نفسه، وما عندوش ثقة في نفسه، وحتى لو مش بيتريقوا عليه هيفتكر ان اي ناس بتضحك على مناخيره، اكيد يعني بتاثر عليه. زماني يعني حضرتك بتقولي ان شكل الانف ممكن ياثر على شخصيه الانسان، طب ياثر ازاي وازاي يعني يتعامل مع الموضوع ده؟ بما ان العلم تطور لازم يعمل عمليه تجميل، ايه اللي يخليني اقعد وانا في عيب خطير ما دام في امكانيه وفي علم في طب ممكن يخليني شكلي يبقى احسن؟ ايه المانع؟ يعني
لو عندك نفس العيب هتروحي فورا تعملي عمليه تجميل؟ لو عندي طبعا عيب وباين ايه المانع اروح اعمله؟ احنا ممكن نستخدم العلم في حاجات كتير. طب تفتكري زمان كانوا بيعملوا ايه؟ طب ما هو يبقى برضه نفس الحالات عندهم ومش قادرين يعملوا حاجه خالص وما كانش فيه عين التجميل. زمان دول غلابه. يعني احنا 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 حظنا كويس، احنا موجودين في عصر فعلا في تطور كبير جدا وتكنولوجيا كبيره جدا، ان احنا بنقدر نعمل حاجات كتير ونصلح حاجات من انفسنا، صح؟ اه طبعا، زمان ما كانش فيه التطور الموجود دلوقتي. طب اذا كان الموضوع نفسي اكتر وهو هيغير شكل الانف، تفتكري النفسيه ممكن تتغير ولا تفضل في رواسب داخل الانسان ما يقدرش يغيرها؟ لما تقعدي تقولي لي انت مناخيرك بقت احلى، انت بقيتي اموره، انت بقيتي احلى من الاول، والعمليه غيرتك، اكيد مع مرور الوقت ثقته هتزداد بنفسه. عزيزي المشاهد، علشان نتعامل مع الانف فلابد ان نتعامل معها من وجهه نظر جراحه التجميل. في البدايه امتى انا ادخل كي اعالج انف؟ الحقيقه علشان يتم التدخل الجراحي لعلاج الانف بيفرق فرق كبير جدا. هل الانف دي فيها اصابه ناتجه من حادث؟ وقتها لابد لجراح التجميل ان يتدخل فورا، ما بتفرقش عندنا اذا كان المصاب طفل او شخص بالغ او شخص كهل، لابد من التدخل الجراحي المباشر لعلاج هذا الكسر او هذا التشوه اللي حدث في الانف واللي ناتج عن حادث. انما النوع الثاني من التشوهات اللي هو التشوهات الخلقيه، يجي لك شخص يقول لك انا عندي عظمه زايده، او انا عندي انفي اكبر عايز اصغرها، او انفي صغيره اريد ان اكبرها، او ان فتحتي الانف لابد ان تميل الى اعلى وهكذا. في هذه الحاله عزيزي المشاهد، احنا كجراحين تجميل مش ممكن نتدخل لاصلاح العيوب الخلقيه للانف قبل مرحله البلوغ، وسن البلوغ ما بيكون قبل 16 سنه، لان في هذه السن عندما يحدث تدخل جراحي لاصلاح الانف نستطيع ان نؤثر، ما بنخافش ابدا من اماكن النمو بتاعه العظام والغضاريف، وبالتالي المنظر اللي احنا بنعمله بيفضل مع الشخص طول عمره. لكن ممنوع مطلقا طبعا ان انسان يعاني من عيب خلقي في انفه عند سن 8 سنين او 10 سنوات ان احنا ندخل نعالجه، لان هذا السن غير مناسب، لان لا زالت عظام وغضاريف الانف في مرحله نمو ومرحله كبر بالنسبه للانف. ايضا عزيزي المشاهد، هناك بعض الحالات اللي بيحصل فيها فقدان جزء من الانف، سواء كان جزء ناتج عن حادث، او سواء كان جزء ناتج عن اصابه، او جزء ناتج عن استئصال من ورم، ايا يكون الورم. في هذه الحاله عزيزي المشاهد، احنا بنحتاج ان احنا نعمل ما يسمى بالرقعه الجلديه. الرقعه الجلديه اللي بناخدها قد تكون من الجبهه على الطريقه الفرنسيه، وقد تكون من خلف الاذن على الطريقه الايطاليه، او قد تكون من الرقبه على الطريقه الهنديه. ايا يكون، بناخد جزء من الجلد وبنلفه بطريقه معينه بحيث ان احنا نعالج هذا العيب او هذا الديفكت او هذا الجزء الفارغ او المنتهي او المفقود من الانف. دي الطرق الثلاثه اللي هي تقليديه بالنسبه في علاجنا لتشوهات الانف. لكن عزيزي المشاهد، هذا لا يمنع ان احنا بنلاقي بعض الحالات فيها فقدان كامل للانف لسبب او لاخر، من حادث او اصابه في حرب او غيرها. في هذه الحالات هناك دور لجراحات التجميل التكميليه، بنقدر نجيب جزء كامل انف صناعي ويركب بطريقه معينه لدرجه انه يصعب عليك ان تميز بين هذه الانف الصناعيه وبين الانف الطبيعيه. عزيزي المشاهد، دي كلها تميل الى الاصلاحات الجماليه اللي احنا بنتكلم فيها عن الانف النهارده. واحنا كلنا بنقول ان ايا يكون منظر الانف عليك انك انت ترضى بما اعطاك الله، اما اذا كان هناك تشوه خلقي كبير، او اذا كان عندك كسر كبير او حادث ناتج او تشوه ناتج عن حادث او فقدان جزء من الانف، فجراحه التجميل في انتظارك. جراحه التجميل تستطيع انها تلعب ليك دور كبير في علاج هذه الانف. لكن عزيزي المشاهد، انا عايز اقول لك ان مش كل عيان بيطلب مننا جراحه في الانف بنعمله العمليه. هناك بعض الحالات التي لا نستطيع ان احنا نعمل جراحات لاصلاح الانف، منها على سبيل المثال الانسان المصاب ببعض الالتهابات في جلد الانف، سواء كانت التهابات ناتجه عن حب الشباب او مرض الحصف او مرض الاكسيما وغيرها، مش ممكن نعمل اي جراحه تجميل في الانف قبل علاج هذه الحالات. دي ناحيه. الحاجه الثانيه، ان المريض اللي انا كدكتور تجميل شايف ان انفه منأمل وجهه وبيطلب اني انا اصلح لي انفه، طبعا من الصعب جدا اجراء مثل هذه الجراحات دي. من ناحيه ثانيه، الحاجة الثالثة عزيزي المشاهد، ويمكن دي حاجة تزعل بعض المشاهدين، إن نسبة عالية جدا من الناس اللي بتعاني من مشاكل في نفسهم بيكون عندهم بعض الاضطراب النفسي، ويمكن في حالات بنضطر ناخد رأي دكتور استشاري في مجال الأمراض النفسية ونشوفه ونسأله هل هذا المريض بعد إجراء الجراحة التقليدية اللي احنا بنعملها له
هيستفيد ولا مش هيستفيد، لان في حاله كبيره جدا، عدد من الناس كبير مش قليل ما نقدرش نستهتر بيه، بعد اجراء التدخل الجراحي للانف بيكون غير مقتنع ومحتاج لجراحه ثانيه او جراحه ثالثه. عشان كده عزيزي المشاهد، مش اي شخص يطلب اصلاح للانف احنا نقدر نساعده او نقدر نديله الا لما نحس ان هذا الاصلاح هيكون موجود ليه. وطبعا عزيزي المشاهد، التطور الكبير جدا في مجال جراحات التجميل اللي نقدر من خلاله ان احنا نرسم الانف بطريقه معينه على كمبيوتر، ونقدر نقول للانسان الشخص امتى منظر انفك هيكون ازاي وايه الطريقه الموجوده فيه، ونقدر ناخد الصوره المناسبه ليه. وطبعا دي كلها من الحاجات اللي عملت تطور كبير جدا في مجال جراحات التجميل. ما ننساش دايما نقول ان احنا بنصور صوره قبل العمليه وبنصور صوره بعد وبعد العمليه، ونقارن بين الصورتين ونشوف قد ايه ان الجمال شيء جميل جدا، وان الله جميل يحب الجمال. عزيزي المشاهد، دي كانت لمسه جمال النهارده، واحنا قدمناها لك عن الانف، ونرجو دايما انك انت تكون قانع بهذه الانف الجميله اللي ربنا اداها لك، وبهذا الوجه الجميل الصبوح اللي تقدر بيه تواجه الناس وتكون دايما في احسن صحه واسعد حال. عزيزي المشاهد، شكرا والى اللقاء.